السلام عليكم، وشلونكم اصدقائي؟ ان شاء الله بخير. موضوع اليوم راح نتكلم به على الانتخابات. طبعا حقيقه من احنا وكنا صغار علمونا اهلنا فد شغله، انه ما لك علاقه بالسياسه ولا تتدخل بالسياسه ولا تجيب مواضيع تموت للسياسه بصله. الى ان كبرنا ولحد هسه هذا الشيء التفكير يعني متغلغل بعقولنا، بحيث انه احنا ما لنا علاقه بالسياسه نهائيا. لكن هذه اللحظه بحد ذاتها لحظه حاسمه حقيقه. يا اما تكون انت التغيير او انت تكون جزء من التغيير. فاذا انت كنت جزء من التغيير فلا تضيع صوتك، لان صوتك وطن. الناس حاليا انقسمت 4 اقسام. القسم الاول اللي هو دي ينتخب الشخص اللي يشوفه صالح واللي يشوفه انه بيه التغيير لاجل مستقبل افضل. الفئة الثانية اللي راح ينتخبون شخص لاجل مصلحة شخصية، مثلا دي عين ابنه او دي عينه او مثلا دي يقضي له فد شغلة. الفئة الثالثة اللي راح ينتخبون شخص من اجل المال، يعني راح يشتري اصوات هذاك الشخص وراح يبيع صوته ب50,000 لو ب100,000. عوفك من هذا، يعني يبيع صوت، يعني حقيقة صوتك هو امانة، امانة بعنقك اللي راح تسلم هاي الامانة لشخص هو يستحقه. فانت تبيع صوتك وتبيع هاي الامانة لاجل 50,000، ما لنا علاقة من هاي الفئة. الفئة الرابعة اللي هي راح انه تسقط بطاقة الانتخابية وما تنتخب كل احد. من الأحسن ومن الأفضل اللي يكون هو جزء من التغيير حقيقة. يعني أنت إذا تشوف الأشخاص اللي راح أنت تنتخبهم إلا ما تلقى لك فتشخص حقيقة هو يستحق هاي الأمانة، وبالفعل أنه أنت ترى بالصفات الشخص الناجح والشخص اللي يستحق أنه يستلم هذه الأمانة. فانطي صوتك لهذا الشخص، لا تقول أنه لا أنا ما راح أنتخب أو كذا. مهما يكون إلا أكو فتشخص صالح بالانتخابات ممكن أنه أنت تنتخبه ويصعد إلى مرتبة عليا بالدولة. إذا نتكلم على موضوع الانتخابات فأكيد أكو تزوير أكو معفيش، ما لنا علاقة بهاي الأمور نهائيا. يعني هسه إذا نحسبها هسه طلعتوها مثلا عدد سكان العراق، يعني العراق population 40 مليون نسمة تقريبا بال 2022، 40.22 مليون نسمة، يعني خلينا نقول على سبيل المثال 5 مليون تزورت أصواتهم. بقى عندك ايش قد؟ بقى عندك 35 مليون نسمة. انت راح هذولي راح يكون يعني يحملون فارق كلش كبير بالتصويت. لا تستهن بصوتك ولا تقول لا ما راح انتخب الا ما اكو شخص هو بالفعل يستحق هاي الامانة. وصوتك وطن، اذا ما انت كنت التغيير فاكون جزء من هذا التغيير. مع السلامة.